اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله بحلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع انتم صورتوها انتم نشرتوها، احنا حبينا نتناولها بحلقه هذا اليوم. ننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي اذا تشوفوها اسفل الشاشه تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج حتى نعرف ارائكم بالمواضيع اللي راح نطرحها او بالمواضيع اللي انتم تردون تحجون بها. نبدا حلقه اليوم مشاهدينا، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات بمحافظة البصرة. اليوم العركة مو بين العصائب والصدرين، لا، العصائب موجودة، بس اليوم العركة ويا كتائب الإمام علي بظل الغياب الأمني وانتشار السلاح وسيطرة الميليشيات المسلحة على الساحة. هذا الاشتباك المسلح النشب بين فصيلين ميليشياويين بمنطقة الطويسة بمحافظة البصرة بسبب مشاجرة كلامية بيناتهم أثناء احتفالهم بذكرى مقتل سليماني والمهندس. وتبادلت ميليشيا العصائب التابعة لقيس الخزعلي إطلاق النار ويا ميليشيا كتائب الإمام علي التابعة لشبل الزيدي، واستخدموا بها مختلف أنواع الأسلحة. هذا الشيء اللي روع المواطنين في الطويسة وحول شوارع المنطقة إلى ساحة للحرب. خلونا نشوف معركة العصائب ويا الكتائب. دا تلاحظون سيادة القانون دا يمسح بيها القاع ذهابا وإيابا بالعراق، ولما يطلع لك السوداني وغيره يتبجحون بالسيادة وما تسمى بسيادة. عيني محور المقاومة شو طق بيناتكم؟ إذا أنتم مقاومة ذيك فلسطين يلا شوفونا مراجلكم، وإذا أنتم مقاومة هذا الاحتلال الأمريكي موجود بالعراق شوفونا مراجلكم، وإذا أنتم مقاومة هذول الإيرانيين أنا أعتذر. أولياء أمورهم ما يقدرون يسوون مقاومة عليهم لأنهم مقاومة بأمر إيران، فيبدو أنه محور المقاومة ديقاوم بيناتهم والتصفية تصير بيناتهم يوميا متعارك ويا جهة. الاشتباكات بقت مستمرة ساعات وطال أمد الاشتباكات والناس دا تسمع الطق، لكن الغريب بالموضوع بالنسبة إلى دول العالم بالنسبة لنا مو غريب، هو موقف القوات الأمنية اللي ظلت عاجزة واقفة دا تتفرج على مسرحية، خصوصا أنه اليوم سلطة الميليشيات بالعراق هي مثل ما يعرفها أغلب العراقيين هي أقوى سلطة حاليا، أقوى من الدولة وأقوى من وزارة الدفاع وأقوى من وزارة الداخلية وأقوى من البرلمان، وتتحكم بأغلب المناطق بالعراق، وصارت أكو مناطق تأتمر بأمر هاي الميليشيات. الاشتباك المسلح اللي صار بالبصرة أدى إلى إصابة 4 أشخاص، هذا اللي داولته بعض الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بتصريح من مصادر أو صحفيين، وأدى كذلك إلى إصابة أحد ضيوف الحفل وهو ممثل ميليشيا الحوثي اليمنية. خلونا نشوف. شنو
ربينا على مقولة تقول أنا وأخوي على بن عمي وأنا وبن عمي على الغريب، حتى يعلمونا أنه الانتماء إلى العائلة والأسرة قبل كل شيء ومن ثم البلد. لكن يبدو الجماعة هنا أنا والغريب على بن عمي وأنا وبن عمي على أخوي، لأنه اللي يصير هو ميليشيات موالية لإيران، ممولة ماليا من إيران، وممولة بالسلاح من إيران، وممولة بالتدريب من إيران، وتأتمر بأوامر إيران تضرب ميليشيا أخرى نفس الحالة، تأتمر وتسلح وتدرب من قبل إيران، واللي يتأذى منه مواطن. فهي اللي تصير أنا والغريب على بن عمي أو على أخوي. هاي الاشتباكات خاف عبالكم ظلت بالطويسة؟ لا حبايب قلبي، الاشتباكات وصلت للتنومة، وصلت للتميمية، وامتدت لهناك. عندنا مواطنين من هاي المنطقتين وثقوا بهذا الفيديو اللي راح نشوفه الآن اطلاق الرصاص بمنطقة التنومة وبمنطقة التميمية. هذا اللي راح تشوفه هسه من ناحية التنومة بالبصرة، يرصد لكم المواطن اطلاق رصاص بشكل كثيف جدا، وقال يبدو أن الهجوم من قبل عناصر ميليشيا كتائب الإمام على أحد مقرات ميليشيا العصائب. خلونا نشوف. هاي حالياً كتائب هجموا على مقرات أخوة زينب بالبصرة بالتنومة. الله ليستر. هاي حالياً كتائب هجموا على مقرات أخوة زينب بالبصرة بالتنومة. الله ليستر. هذا الحشد اللي صار بالعراق واللي العصائب والكتائب جزء من عنده تأسس بفتوى من المرجعية، فتوى الجهاد الكفائي، لأجل صد تنظيم إرهابي. أنت لاحظ التنظيم الإرهابي ممول من إيران ويدرب في إيران ويدخل العراق ويسيطر على ثلث العراق، والجيش العراقي اللي تابع إلى وزارة الدفاع العراقية ويأتمر بأمر القائد العام آنذاك نور المالكي يهرب من مواقع القتال ويترك الأماكن ويلبس الدشاديش، وهي خيانة عظمى في القوانين العسكرية. وسألوا أي عسكري وراح يجاوبكم ترك موقع القتال هي خيانة، لكن على كل يتكرمون ويأخذون مناصب أخرى في أماكن أخرى ومن ضمنهم الغانمي. وبعد ذلك طردوا هذا التنظيم حسب بيان النصر اللي طلع بحيدر العبادي. لكن الميليشيات ما انتهى الأمر عندها، صارت نسخة من الحرس الثوري وصار اسمها الحرس الثوري العراقي مو الحشد. واليوم الجماعة يتكاتلون بيناتهم. ليش الجماعة يتكاتلون بيناتهم؟ حتى يسيطرون على منطقة ما، حتى يؤدون الواجب بصورة صحيحة، لأنه إيران تريد واحدة من الميليشيات تسيطر، وأكو ميليشيا ثانية هي المسيطرة، فدا يتعاركون ويا هاي الميليشيا حتى الميليشيا اللي تريدها إيران تسيطر أكثر. السؤال اللي ينطرح هنا، هاي مقاومتكم؟ أو مثل ما يسموها العراقيين، هاي مقاولتكم؟ لو أنتم شطار بالمقاولات وبالسيطرة وبالمكاتب الاقتصادية وبالنصب سيطرات بأماكن معينة حتى تبتزون الناس باعتقال الأبرياء وزجهم بالسجون وانتزاع أقصى انتزاع الاعترافات بأقصى أنواع التعذيب اللي شاهد السجين وهو بريء، وراها أهل السجين يطالبون بالعفو العام على ابنهم البريء. لو تنزحون الأهالي من مناطقهم ويصيرون نازحين بمخيمات وتجبروهم أن يرجعون إلى مناطقهم، من يرجع إلى منطقته تجبروه أنه يطلع مرتلخ إلى منطقة أخرى وينزح نزوح ثاني، هاي إذا قبلتوا رجوعه إلى منطقته الأصلية. وبعضهم ما تقبلوا رجوعهم إلى مناطقهم الأصلية وما عندهم أوراق ثبوتية، هاي كلها أنتوا سويتوها، وهسه جايين تتعاركون ببيناتكم. من اللي دا يدفع الفاتورة؟ لا أنتوا ولا إيران، الشعب. الطفل اللي قاعد بالتنومة خايف من هذا الإطلاق الكثيف اللي العراقيين ما صدقوا يخصوه من حرب عام 2003 والحروب اللي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في غزواتها الكثيرة على العراق، واللي ما نجحت إلا بال 2003 بمساعدتكم، يريد ينساها، لكن الشعب ده يعيشها مرت اللخ. هذا أنتو رايدي الطفل يرهب
لأن هذا إرهاب. الشاب بتخاف، الشاب ما يأمن على حياته، أبو البيت ما يقدر يأمن على أولاده وأسرته وعلى بيته. هذا اللي أنتوا دا تسببوه. والسؤال اللي يطرحه الأهم، هذا السلاح الدولة شو وقت راح تسيطر عليه؟ بما أنه الدولة دا تحكي بالسيادة، واليوم محمد الشياع السوداني رئيس حكومة الإطار التنسيق الموالية لإيران دا يصرح بالسيادة وقرب خروج القوات المحتلة، وأنه هذا شيء أساسي بالنسبة إلى السيادة العراقية. سولف لي بسيادتك هنا، وين السيادة هنا؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. أول تعليق موجود يعني من العراق وطني في منصة أكس: بلد فلتان بيد العصابات والسراق والمرتزقة. الحكومة العراقية بيد ناس مرتزقة، لا شرف ولا غيرة ولا دين. عمر السام الرائي نشر منشور: كل سلاح يقع خارج سيطرة الدولة هو علامة حرب. ميليشيات غير منضبطة لا عبارة تصفها سوى أنها لغم متجول، أينما حل ينفجر ويهز أمن المدن وسكانها. لا أحد يمكنه اليوم أن يزعم أن بمقدوره ضبط كيفية وطبيعة التصرف بسلاحها، هي المتحكم الوحيد بهذا البلد الضارب جذوره في التاريخ. سعد الدليمي نشر يقول: الاشتباكات المسلحة الحاصلة في البصرة ما بين ميليشيات الكتائب والعصائب ربما تمتد إلى بغداد وبقية المحافظات، ننتظر ما ستؤول إليه الأحداث. وسهير الجميلي غردت ونشرت: بينما تكذب حكومة الإطار العار بخصوص أحداث البصرة، لا تزال الاشتباكات مستمرة بين تنظيمات الكتائب والعصائب الإرهابية، والمشكلة حول منصب محافظ البصرة. يعني اليوم الجماعة لما جاي دا يتعاركون ودا يتلاطمون ببيناتهم، هم ما دا يتعاركون على مودك أنت أخي المواطن، هم دا يتعاركون على المنصب. ليش؟ لأنه هذا المنصب من وراء منفعة شخصية. أكو أرصدة بنوق راح تكبر، وأكو ناس راح تصعد، وأكو ناس راح يصقلون الهيئة مالته وحمايات وسيارات ومواكب وما أعرف شنو، والمواطن هو آخر ما يهم هؤلاء. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قاعدة عسكرية يقول أنه إذا رفع علم غير علم الدولة، الدولة منقطعة. نعم. واحنا ما شاء الله العلم الإيراني رفض، والسفيرة الأمريكية قابل حتى مدير عام، مو بس يعني أنا أول مرة بالعالم أشوف سفير يقابل وزير المالية ويقابل وزير التجارة ويقابل رئيس المحكمة الاتحادية، هذا أول مرة بالعالم. نعم. اليوم الميليشيات الحشد الموجودة، طبعا هم شكلوا اسم الحشد حتى يجيبون الفصائل الميليشيات والمرتزقة اللي كانوا يقاتلون بسوريا يخلونهم ينطونهم صفة حكومية لا أكثر ولا أقل. اليوم الحشد من يتعارك بياتهم، طبعا ما يتعاركون على خدمة المواطن، يعني مين معقول يتعاركون يبدون يبلطون شارع، هذا مستحيل يصير. لكن يتعاركون طبعا المسمى سيطرة على القصور الجمهورية اليوم اللي في البصرة، لكن الهدف الأساسي شوف يا أسعد العيداني، طبعا هو هم وياهم فاسد، لكن شوف يا أسعد العيداني اللي أنت أخذت 9 مقاعد للمحافظ أو 12 مقعد، وأنت على أساس أنه صاحب أكبر يعني كتلة موجودة، ترى إحنا نقدر يعني ننهي الأمن ونعمل انهيار أمني في المحافظة بس مجرد طلقة واحدة، وهذا دليل أنه أساسا ما يردون يخدمون بلد، هم أساسا يردون ينهبون بلد. اليوم أنا طبعا كشخص يعني رأيي الشخصي من أشد المعارضين لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. السبب مو حبنا بأمريكا، لا، بس من اللي يحل محلها؟ الجيش. اليوم الجيش كله عقائدي، ماكو جيش وطني. من يحل اليوم الميليشيات تمتلك أسلحة أكثر من الجيش العراقي. شفنا إحنا شنو صار. فلذلك اليوم من يحل بالأمن بعد أمريكا؟ يحل بالأمن بعد أمريكا الميليشيات. وتخيل الميليشيات تحكم بلد، وهم يعني أنا كلمة أنت قلتها أنه إيران تمول، لا صد أسل، هذا إيران تمول قديمة، لحد 2006 انقطع التمويل الإيراني، قاموا يبقون من البلد ويودون الإيران ويشترون أسلحة من إيران يقتلون بها أبناء البلد. نعم. بعد 2019 منو قتل الشباب؟ على الطرف الثالث منه هو الحشد لا أكثر ولا أقل. اليوم الحشد كلكم تتذكرون من كذا واحد نسيت اسمه، ما أعرفهم، هم هواي أبو فلان وأبو علان، من كذا الكاظمي كذا طوقوا المنطقة الخضراء، الحشد طوق المنطقة الخضراء وغصبا عليه الكاظمي انطاهم إياه. يعني الحشد اليوم أقوى من الدولة، هو ماسك الدولة اليوم.
اي بوقتها اتصور انت تقصد هذول الاربعه اللي القوا القبض عليهم، من ضمنهم ضابط صواريخ او مسؤول صواريخ او خبير صواريخ ايراني، وهددوا الحشد بوقتها لما حطوا صوره الكاظمي بالشارع وداسوها بالبسطال وهددوه قال له لن قصدنك وقال قصدانك. شفت شلون؟ نعم. فاليوم ماكو دوله موجوده، يعني هذا الحشد اليوم هو يعني هو مثل ما شبهته باول ما تاسس وبعد ما انتهت مع تنظيم داعش، قلت اذا استمر الحشد فهذا راح يكون الحرس الثوري فرع العراق، مثل ما يكون هناك حزب الله الحرس الثوري فرع لبنان، هنا هذا حزب الله يعني فرع العراق، لان اساسا هو ما تابع لانقاذ القاده. شو يقولون؟ يقول احنا اذا صارت حرب بين العراق وبين ايران احنا نقاتل مع ايران. نعم. فذلك هم مو ما عندهم ولاء لهذا الوطن وما يؤمنون بالوطنيه. نعم. لذلك هم يؤمنون اولا بالطائفيه، بالسلاح، بالولاء للخارج. يعني انا اول مره اشوف بالعالم ناس كانت معارضه تجي قامت تشتغل ضد البلد يقولون احنا معارضه. الى حد الان الفكر المعارضه، اليوم السلاح المفرط يهدد شعب، يهدد بلد، اما المقاوله يعني مقاومه المتقاومون منه، الاحتلال منه امريكا. نعم. شو السفيره تلتقي بقادتكم، شلون يقاومون امريكا؟ وش تسوون عن تقاومون امريكا انتم؟ نعم. شنو اللي سويتوه؟ والمصيبه اللي يقول لك هذا شهيد القدس، القدس ياهم على اكثر. يا ما تب الموضوع. نعم. هو رجل باعوه جماعته، هذا اللي امس صادوه باللواء 12 ما ادري شو اسمه، ترى جماعته باعوه. لازم يبيعوا، امريكا قالت يدك كل واحد منهم. قالوا هذا بيعه وباعه، وهم يبيعونه مثل ما باعوا سليماني وش اسمه والمهندس. فلذلك احنا اليوم الثلاثين نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق من هؤلاء الشرذمه. نعم. نعم. ويدب حيلهم بيناتهم ان شاء الله، ويضرب الظالم بالظالم ويخرج من عندهم سالمين ان شاء الله. نعم. يعني أشكرك شكرا 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 جزيلا لك أخوي أبو علي. البصرة اللي دا يتقاتلون بها الميليشيات حتى يفرضون سيطرتهم عليها حتى يحصلون على منصب المحافظ، أهالي مناطق بالبصرة يعانون من انقطاع المي ومن أيام. بهذا الفيديو اللي راح تشوفوه الآن عندنا مواطن دا يظهر بحالة دا يحاول يسحب المي من شبكة الإسالة كأنما دا يسحب بنزين من تانك ما السيارة، ويشكو انقطاع المياه عن شبكة الإسالة بمنطقتهم ولأيام من دون أي حلول. يلا بدل ما تتعاركون بالطلقات وتخوفون الناس حلوا لنا هاي القضية، خلونا نشوف. حجة حمزة شنو اليوم تسحب الصون ده شو؟ والله يا أخوي الماء عندنا مقطوع، والله العظيم هاي بالبصرة بدور الشرطة. سنة 24 إن شاء الله خير علينا، ماي ماكو، يعني شالوا رقم 23 مقطوع الماي وهسه 24 هم مقطوع الماي. شنو سووا؟ بس فلوس تجون تاخذون كهرباء، ماي، ما ادري شنو، يعني ماي ماكو. هذا المواطن يجيك واحد، والله المواطن يعيش عيشه كريمه، ماي ماكو، اجي من الشغل القى ماي ماكو. هاي شوف قدام عينك هذا الماطور وهاي الحنفيه ماكو، يعني وين الماي؟ سنة 24 سنة الفقر، سنة الخير، هاي صالح الله عمي، خلينا بلوصح. هاي بالبصرة، إذا طلعنا من البصرة ورحنا غير محافظة راح تلقون نفس الحال. خاف يجي واحد يقول بالبصرة أكو عركات وحرب وبالحرب أكو مشاكل، لأن بكل حرب تنطفي الكهرباء وتنقطع الاتصالات وينقطع النت وينقطع المي وتنقطع الخدمات والناس تقوم تخزن أكل ببيوتها. هاي لما تكون أكو حرب رسمية بين دولتين، فما بالك اكو حرب رسميه بين ميليشيات اثنين، لانه ميليشيات الاثنين هن دولتين اليوم بالعراق، فقارن هاي الحرب بذيك الحرب. لكن المشكله انه ما يطلع لك ويقول لك نحن عراقيون، احنا جايين لخدمه البلد، بخدمتكم، الله لا يوفقني اذا ما وفرت لكم شيء، والقبله ما ادري ايش قال والقبله ما ادري ايش قال، وكلهم يوعدون وما يوفون. تلقون هذا الحال بمحافظه ميسان، أهالي قرية الجندالة التابعة لناحية السلام بقضاء الميمونة شكوا انقطاع المياه من أيام وما وصلت لهم، طالبوا أنه يلقون حل، ما لقوا حل، وهسه دي طالبون عبر هذا الفيديو أن توصل لهم المياه ويحلون هاي المشكلة بمحافظة تطفو على بحر من الخيرات وأهلها ملاقين مي لا للشرب ولا للغسل. خلونا نسمع. جندالة موتنا، هاي لنا بشهر أزيد من شهر لا شايفين الماي، لا شايفين سبح، لا شايفين حلالنا، موت احنا موتنا، تخيلكم مشكل على ابني بي طالب للجدالة هاي من دون الطوايف. موتينا من عطش الجندالة.
قالوا لا نزلت الحفارات وبراي لا يشد علينا ينزل حفارات. والله عظيم في صبري لا يشد علينا. موتنا من العطش واربع اشهر ما جانا قطره من ماي. سوى حركة أسأل المسؤولين العراقيين اليوم اللي جوا على ظهر الدبابة الأمريكية ومن والاهم وصعد بهاي الفترة الأخيرة. الأخ اللي قبل هذا الشخص سوى حركة شمر الشماغ بالقاع، تعرفون معناها؟ لو ما تعرفون معناها لهاي الكلمة، إذا تعرفون معناها وساكتين، عفوا إذا ما تعرفون معناها وساكتين هاي طامة، أما إذا تعرفون وساكتين فالطامة أكبر هنا. روحوا سألوا إذا ما تعرفون. ناس لما شافت هاي الفيديوهات وعرفت معاناة الناس بالمثنى والبصرة علقت. وليد الغراوي يقول أغنى مدينة بالعالم وليس في الشرق الأوسط، لا يوجد فيها ماء، لماذا هذا التقاعس؟ مع العلم الإمكانيات موجودة ولكن لا وجود لمتمكنين. أعتقد أن ميسان سوف تبقى إلى أبد الآبدين على هذا الوضع. محمد علي السعد، هذا جزء من معاناة الجنوب لكن لا حياة لمن تنادي. وعلي محمد، المحافظ احتمال حتى ما يعرف هاي الأماكن وين صايرة لأن ملته سرقات ومشاريع. حسن عراقي، هذه مسؤولية الدولة وهي مقصرة في هذا الواجب ولديها إمكانيات وحلول لكنها غير جادة في هذا الواجب، فالإهمال واضح في جميع مناطقنا الريفية، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كان تعليق الناس على انقطاع المياه عن شبكة الإسالة في مناطق بالبصرة وفي قرية الجندالة بمحافظة ميسان، كان تعليقهم هذا الشيء. اليوم هواية من المناطق العراقية، مو بس ذني المنطقتين، مو بس دور الشرطة والجندالة، هواية من المناطق العراقية في بلاد الرافدين اللي سمي بهذه التسمية لوجود نهرين دجلة والفرات ما عندهم مي، والسبب تقاعس الحكومة عن أداء واجباتها. مو بس هاي الحكومة والقبلها والقبلها والقبلها، كل الحكومات اللي حكمت تقاعست، من ضمنها المحافظة على حصص العراق المائية من دول المنبع. ما فكروا بيها، ما فكروا أنه تقليل حصص العراق المائية هي خرق للسيادة، ما فكروا أنه وجود مقاتلين أجانب من دول أخرى هو خرق للسيادة، فما بالك بوجود قادة يسرحون ويمرحون أمثال قاسم سليماني وإسماعيل قاعاني وغيرهم ويأمرون، فما بالك بوجود سفير إيراني يحكم وسفيرة أمريكية تحكم. والسؤال اللي ينطرح، هل بإمكان السفير العراقي في واشنطن وطهران أن يلتقي بمدير مدرسة؟ جاوبوني على هاي وطوني إذا سواها شنو طبيعة التصرف من ذيك الدول راح يكون وياه. نروح هسه إلى معاناة العراقيين اللي هم تحت خط الفقر. هاي الشريحة التعبانة اليوم بالعراق بسبب تقاعس الحكومات، ذولا المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية. استبشر بعضهم خير، قال يا الله شوية أكو نفس لما قالوا أكو منحة للي عنده طلاب بالمدارس، يعني بالإضافة إلى راتب الرعاية الاجتماعية اللي هو بالأصل ما يوصل $100 اللي ما يكفي العائلة، اللي قال عنده طالب بمدرسة قال لك أنا جتني منحة بلكة تعيني. لكن بمحافظة المثنى اتفاجأوا الناس أنه هاي المبالغ ما موجودة ضمن رواتبهم. فيا ترى سؤال، إذا كانت أكو منحة فعلاً ليش المحافظة هنا ما نطتها؟ والسؤال الآخر، هل منح الطلاب في ضمن الرعاية الاجتماعية حالة حال قضية سلم الرواتب الجديد، حالة حال قضية تعديل رواتب المتقاعدين، حالة حال عودة النازحين، حالة حال هواية من الأمور اللي هي عبارة عن وعود مكتوبة على ورق فقط؟ خلونا نشوف. عندي طالب داخل الحاسبة لقيته معشرين لي وراتبه ما طهوية، ما عنده، ما قالوا لي ما على راتب، طبعا ما بخلي لهم واحد ما قاطعين منه من راتب. مكملين بالمدارس ومسجلين الالكتروني كلهم مكملين هدول. السبه محصوره الناس، اسوي قاعه كبيره وشبابيش في الشباك عليه سرق. طب شوفها شوف، هاي الطلاب هاي
رواتب كلها قاطعين الناس هاي كلها رواتب ما واحد جاي ومنحى منحى يعني ما جت كلها واحد الطومار شهر والثاني الطومار 3 اشهر جيت راجعتهم قلت للمدرسه رحت للمدرسه تقول لي مو يمي زين الناشط من احنا مثلا وثلاث مرات بدر اربع انا اصور ووديت لهم معاملات مال الطلاب ما جت المنحة مسجلين انتم؟ اي مسجل اجراءات كلها قانونيه جيت للمجلس البلدي وسلمت المجلس البلدي جبت من المدارس وديت المجلس البلدي قابوا هسه ما جت المنحة عندي اربعه بالمدرسه اي اثنين جايين يقول لي بالمتوسطه والابتدائيه بالاعداديه يقول لي ما بي مو مشمولين يعني شلون ما مشمولين كان ملحق تشبه نص ونص. في يوم من الايام في اباني حكم الملكي كان الباشا نور السعيد رئيس وزراء واتصور كان وزير الماليه جميل المدفعي. اجى علي قال له الشعب ضايج تعبان قال له شو يريد الشعب؟ قال له الدنيا دا تغلى شويه راد لهم نفس بالرواتب. قال له شكلوا لجنه حسبوا لي اياها شوفوا لي ايش قد تكلف حتى نعرف اذا نعطينا رواتب احنا نقدر لو ما نقدر. قال له اتصور المبلغ هوايه وما نقدر عليه. قال له لا الحكومة لازم تقدر لأن الشعب أهم مني ومنك أنت. قارنوا الباشا نور السعيد اللي هواية من أبناء الشعب العراقي يحجون عليه ويتهموه بالخيانة إلى الإنجليز والولاء إلى الإنجليز وتعاملوا ويا الشعب وقارنوا الجماعة. نروح إلى قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية. تقريباً أكو 15,000 مواطن عراقي تعرفون وين عايشين؟ بمكب مال زبالة ببلد ميزانياته الانفجارية وصلت مليارات الدولارات وأغلب سكان هذا الحي هم فقراء ناجدة وطالبة ومدى يلقون حل وإذا راح قاعد بتجاوز خطر الإزالة كبير جداً اما المسؤول اذا يتجاوز ما حد يقدر يحكي وياه ظهره مسنود وهسه دا يناجدون هنا بهذا الفيديو حتى بلكي تجي واحد ينتشلهم من هذا الواقع هم واسرهم واطفالهم من واقع معيشه مرير لكن لحد الان ماكو اي اذن تصغي لهم ماكو اي جدول هاي المناشدات الحي اللي هم ساكنين بيه بمكب النفايات يفتقر الى اي خدمه قول ابسط انواع الخدمات ما موجوده واغلب سكانه ما عندهم رواتب ضمان اجتماعي تعالوا نسمع هاي مظلومه هاي مجاري ماكو وزباله هاي ساده الشوارع لا تقدر تمشي المريض محتارين بيه كل شيء محتارين اللي يموت محتار بيه وكل شوارع طين من تمطر الدنيا مالك بعد نبس تطلع من بيتك زين والله العظيم بعيدين يعني بعيدين يعني بحيث لا دائره تشوفكم ابد ما حد يجي ولا واحد هاي ليش وقت الانتخابات اجت الناس وكملت شغلها وراح وكل اللي يجوا قال بكم خير ودلوا لكن اليوم قال شلون انتم عايشين بهذا الظل بكم خير ودلوا وكل شيء ما كملوا شغلهم وراح الله يحفظك ابو سعد خلها سيده يا حلو وصلكم وصلكم قي مقام وصلكم مدير بلدية وصلكم مدير مجاري وصلكم محافظ والله كل محافظ لا محافظ ولا مدير بلدية ولا قي مقام ولا كل واحد زين زين حمزة حد من الأولى ويمشوا أنتم من أهل الحمزة ومن غير مناطق لا والله من أهل الحمزة مين يعني من أهل المحافظة من أهل المحافظة وهاي المفروض حكومتكم لا يدري زين ليش ما حد يوصلكم مش مدري والله ما حد يقول أنتم كل ما رحاتوا قالتكم تجاوز نفس القضية نفس الأحياء يعني ما معقولة 24 لحد الآن هاي العالم شارع ماك زين هاي الأطفال طلاب ومريض وصغير وكبير ومناسبة بحال خلاص وبهالزمن قارنوا لي حال العراق في زمن التكنولوجيا وزمن الميزانيات الانفجارية اللي موجودة به والمليارات والملايين اللي موجودة عند المسؤولين بهذه الصور اللي طلعت بهذا الفيديو والمناظر اللي دا تشوفوها لمنازل مهترية وهي تجاوز أصلاً لشوارع منبلطة وما معبدة وعلماً تجاوز بس بها أعمدة مال الكهرباء شلون وصلت ما حد يدري بس هذول تجاوز مهددين واحتمال أكو شبكة إسالة واصلة هذول مهددين ومكب ما نفايات داير ما دايرهم لأنه ذولا تجاوز بس وصلونهم كهرباء ويأخذون من عندهم فلوس كهرباء بس هم تجاوز وطلعوا لي أي صورة
لأي محافظة عراقية سنة 1919 قبل قيام الدولة العراقية الحديثة، قبل قيام المملكة. أقارنوا الأرض والحال وشوفوا لي الحال بهاي السنة بال 2023. عمي ما أقول لكم بال 1919، جيبوا لي أي صورة لبغداد أو باقي المحافظات بال 1923 الملكية قائمة، وبال 2023 ورا 100 سنة وشوف الحال يا هو أحسن قبل 100 سنة لا ورا 100 سنة، علما أنه في كل بلدان العالم هي المفروض ورا 100 سنة، لأنه يعني يقول لك البلد دا يتطور، الحياة دا تتطور، فبعد 100 سنة تكون أجمل. هذا اللي صار بالإمارات، أما بالعراق أنتوا قلوا لي شون الوضع. أبو محمد المندلاوي، فعلا هناك أشخاص يمتلكون سيارات حديثة وعقارات ويتقاضون راتب الرعاية الاجتماعية. العراقي ضياء، يضحكون على الفقراء بهاي سوالف لعنة الله عليهم. مهند أحمد، قفاصة حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم هيك نفس الشيء، هم يمنا نفس الحال. محمد حسين، هاي الحكومة توزع بكيفها، بس تريد توزع فلوس وتسكت الناس على مود تستمر بالحكم، بس ما تعرف راح تطيح بيها بعدين. عمي حكمه عدل. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. أبو عمر من بغداد، حياك الله أستاذ أفل، وتحياتي قناة الرافدين وشباب قناة الرافدين وكل العراقيين الطيبين الخيرين. حياك حياك الله أستاذ أفل. إحنا طبعا هاي المعاناة اللي قاعد يعانيها الشعب العراقي من 2003 لحد الآن، نعم. يعني كل حكومة دا نشوف دا تصير من عندها، كل حكومة اللي تقول أنا أحسن من ذيك الحكومة وتحاول تحارب الفساد ونضرب سوف باليد الحديد وسوف إحنا حكومة نخدم هذا البلد وحكومة، يعني كلها للأسف ناس كذابين باطلين. احنا عندنا اكثر من وزارات، يعني 22 وزارة، وعندنا رئيس وزراء، وعندنا وزراء بكل وزارة، وزارة التخطيط، وزارة الرعاية الاجتماعية، كل هاي الامور احنا من نشوف موظفينها والوزراء اللي بياخذون رواتبهم، يعني المفروض احنا ما نعلمهم، هم يعرفون اداء واجبهم. يعني وزارة التخطيط من نشوف عدد الشعب العراقي نفوسه هجت من يوم دخلوا 2003 لحد الان، بعد 2003 كانوا بالعشرين مليون او 25 مليون، الان اكثر من 40 مليون، واللهم يحفظ الشعب العراقي ويكفينا شر هذول الفاسدين يا استاذ افل. يعني المفروض يحسبون حساباتهم بانه لا وظائف، لا منح ماليه تجيهم، لا زياده رواتب، لا تعديل بالرواتب، كل هاي الامور من يشوفون لازم يكون عندهم غيره على ابناء بلدهم وابناء وطنهم. يعني المفروض لازم يزيدون رواتبهم، رعاية الاجتماع تزيد رواتبهم، يعني الناس قاعدين من العشوائيات، مثل ما هسه طلعت على الفيديو الاستاذ افر، شفنا ناس قاعدين بالنفايات جزاكم الله، وناس قاعدين غصبا عليهم لان ما عندهم يعني نقدر راس مالي، يدفعون بالايجارات ويقعدون بالمدينه، حالهم حال كل بشر اللي يعتمد عليه. للاسف احنا بلد نفطي وبلد زراعي، كل هاي الامور انسرقت من ابناء الشعب ومن حق الشعب، راحت بيد الاحزاب وبيد الفاسدين، مجرد ان يكونون لهم كراسي ومكانه، مجرد ان يكون ايران ترضى عليهم على مود يدمرون الشعب العراقي وابناء الشعب العراقي. هذا الحقد متى يظل بيهم من هاي الحكومة وحكومة الأحزاب؟ احنا من نشوف رئيس وزراء، للأسف هذا ما يعتبر رئيس وزراء صالح الشعب ونافع أن يقدم خدمة لمواطنيه. هاي لو كان عندهم غيرة وشهامة أستاذ أفل لكان يشوفون الشعب العراقي وضعه، لمعاناة اللي قاعد يعاني، أموال النفط وين جايدة تروح، وين جايدة تروح، هاي المنافذ الحدودية كل هاي إلى أسبابها. المفروض عندنا أجهزة أمنية تحاسب هاي كل الأموال اللي جاية تروح، بس للأسف إحنا ما عندنا لا دولة ولا قضاء ولا جهاز أمني ولا استخبارات. كل هاي إحنا فساد البلد، بس أعطيهم مخدرات، أعطيهم فساد، أعطيهم سرقات أموال الشعب، والشعب لا حول ولا قوة له. بس نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بهاي الحكومة، وإن شاء الله لابد أن يجي يوم يتحاسبون كل ما سرقوا من أموالنا وابناء الشعب العراقي، والنصر إن شاء الله قادم بعون الله تعالى، فليخسر الخاسئون وعاش العراقيين. شكرا شكرا لك أبو عمر. أبو عمر قال لو أكو حكومة تضرب بيد من حديد، لو أكو حكومة تضرب بيد من حديد لكانت حافظت على القانون، لأن اليد من حديد هي من أجل المحافظة على القانون. بس الجماعة اليوم بالعراق هم دا يضربون بيد
مليئة، هي مو من حديد، هي مليئة بالمخدرات والحشيش والكريستال والخمور والمراقص، المراقص اللي مملوكة إلى أحزاب إسلامية تحكم العراق اليوم. فيقول لك حبيبي الشاب العراقي ابقى منتشي وما لك علاقة، وأنا أحكمك وأبوقك حتى أرصدتي بالبنوك الزيد. فهذا اللي دا يضربون بي اليوم بالعراق. طالبة وتربويين في محافظة المثنى وتدريسيين أن يتم منح قطع أراضي إلهم، لأنه هذا حق من حقوقهم هم كتربويين وتدريسيين باعتبارهم مواطنين عراقيين. هاي الشريحة تعاني من الإهمال، تعاني من عدم تلبية حقوقهم، تعاني من 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 تركهم إلى واقع مرير جدا، وإضافة إلى كثير من عندهم هم محاضرين مجانيين ما مثبتين أيضا على ضمن كوادر وزارة التربية ووزارة التعليم العالي. تربويين وتدريسين محافظة المثنى طلعوا بتظاهرة للمطالبة بحقهم وتوفير قطع أراضي لهم في بلدهم العراق بشكل عام ومحافظتهم المثنى. خلونا نشوف. الله الله أكبر. رسالة للحكومة المركزية أولا والحكومة المحلية، ومن المؤسف أن يقف المعلم لليوم الثالث على التوالي أمام بلدية السماوة ولم يحضر أي مسؤول لا من المحافظة ولا من البلدية. وحقيقة نحن نتأمل خير في المسؤولين في المحافظة أن يفض الاعتصام اليوم ويعطوا كل ذي حق حقه. إحنا كامل حقوقنا ما ماخذينها، وإحنا عتبنا الأول المباشر على إدارة التربية اللي ما حضرت ويانا ولا ساندتنا، واليوم الثالث على التوالي إحنا جاي نتعرض إلى إهانة. هاي الحشود من القوات المسلحة جاي تهددنا، وحتى أول يوم اعتصمنا هددونا بالاعتقال. من المؤسف ومن المعيب أنه المعلم يتعرض إلى هاي الحالة، وإدارة التربية ولا كأنه البثوث المباشرة جاي توصلهم والنداءات جاي توصلهم ولا كأنه شيء جاي يصير. موقفتنا ضد التهميش، ضد التسويف، تسويف المعلم اللي هو قائد هذا المجتمع. المحافظ قبل فترة وجه رسالة إلى الأساتذة بجامعة المثنى، وهذا حقهم أيضاً، لكن أريد أيضاً يوجه رسالة إن مثل ما هم انطاهم منطقة تليق بهم، أريد منطقة تليق بالمعلم. أولاً كل المحافظات انطت، كل المحافظات انطت للمعلم إلا السماوة. في السابق كان المعلم إلى 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 وزنه وثقله بالحياة، لدرجة أنه مقولة طفل المعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا ربنا عليها، لأنه يعني يقول لك من علمني حرفا ملكني دهرا، فما بالك باللي علمني سنين وعلمني كل شيء واللي صنعني. هاي لما كانت أكو اهتمام بالعلم والتعليم، لكن اليوم وزارة التربية أبعد ما تكون من أن تهتم بالعلم والتعليم وبيئة التعليم وحياة المعلم وطبيعة التعليم بالنسبة للتلميذ. رحيم علق يقول شريحة المدرسين والمعلمين شريحة مظلومة من ناحية الرواتب ومن ناحية توزيع قطع الأراضي. حسنين عبد الحميد يقول 29 سنة خدمة بالتدريس ما محصل متر بالعراق. ماهر ناصر يقول حقهم، هو المعلم المفروض يكون راتبه أعلى راتب بالدولة أسوة باليابان. عمي شي جيبنا حتى نوصل لليابان. حيدر المالكي يقول المعلم وأبو الصحة المفروض ذول إلهم أولوية بكل شيء ومخصصات مالية ومعنوية بين فترة وفترة. بالنسبة إلى تعليق الأخ اللي ماهر يقول أعلى راتب بالنسبة إلى المعلم أسوة باليابان، أخي العزيز باليابان عامل البلدية خصوصا من يعمل على الكابسات رفع النفايات اسمه مهندس وعضو في نقابة المهندسين، اسمه مهندس نظافة، وراتب عالي جدا، لأن يقول لك هذا الشخص زي يسهر الليل ويربط الليل بالنهار حتى يرفع النفايات من الشارع اللي الناس توسخها وذبها بالشارع، فاسمه مهندس. أما اليوم الجماعة بالعراق عمال البلدية واللي يشتغلون بهذه المهنة اللي يرفعون الزبالة واللي إلها أهمية كبيرة، روح شوف رواتبهم تعرف اللي دي يصير. تعرفوا مشاهدينا الكرام اكو نافذه بالقناه اسمها نافذه انت ترى، اصحاب الشاحنات اللوريات بمناطق شمال محافظه بابل نفذوا وقفه احتجاجيه امام المدخل الرئيسي لشمال المحافظه نتيجه منعهم من الدخول وغلق الطرق الرئيسيه اللي يمرون بها. اكدوا انهم اضطروا الى عرض شاحناتهم للبيع، انهم قبل الانتخابات كانت كل الطرق مفتوحه وسالكه ويشيلون السبيس الى مناطق ورا الانتخابات
انغلقت الطرق ومحاربتهم مصدر عيشتهم الوحيد. خلونا نسمع. احنا بس بقضاء المسيب السده والمسيب والمهناويه، احنا ذن الثلاث قضيه جاي نعاني من حكومه بابل هسه اللي هي بابل نفسها اقضيه مالتها كلها مفتوحه، تجي للمسيب المسيب مسدود، تجي لابو السده ابو السده ممنوع، تجي لابو المهناويه ابو المهناويه ممنوع، تحاكي مدير الشرطه نفسه يقول لك انا بالنسبه لي عندي امر، اعطينا يا بالعمر منين الشارع مالنا مقطوع سوي لنا حد. فوتوني انا باللوري ما طب ولي جاي الا طف المر ما يطب الا واسطات يلا يطب اللوري اللي جاي كتاب انا اطبكم يلا طب جاي لوري. انت ايش عندك لوري لا ايش عندك؟ سكلة ايه؟ والله لوري يعني ما يجي الا بشي العنقله افضل تخابر فلان وعلان يلا يعبروا لك اللوري يا اخي شوفونا حلم مروتكم. اقرب شي احنا على كربلاء، كربلاء فتحت لنا شارع على الحسوه، شارع صبته وخليت الشارع وخرتها عن الولايه والفوت نروح نرجع براحتنا. ليش احنا من ذاك اليوم يوم احنا جاي نعاني بس من طريق المسيب؟ هذا طريق خارجي وهذا طريق المسيب، احنا انا ما عندي غير بس دني ما في. يعني انا هل معقول افتر هاي المسافه 100 كيلو وارجع لنفس النقطه وهو هذا شارع كربلاء بغداد عني كيلو ونص؟ فاحنا ناشد الشرفاء نقولهم ماشيين عليكم الله وكتب ورسته شوفونا ترى هذا الوضع اللي احنا فيه، لان احنا انقطعت ارزاقنا والله ما يقبل مقطع رزق، قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. هذا الفيديو من محافظ بابل لسواق شاحنات الحمل. من المفترض ان يكون يعني احمد من بابل حول هاي القضيه. حياك الله يا احمد. احمد تسمعني؟ يعني سيارات الحمل اللوريات، اللوري ترى همينة الأهمية بحياتنا، لأن ينقل لك البضاعة وينقل لك الحصة التموينية وينقل لك الإسمنت اللي تبني بالبيوت والرمل اللي تبني بالبيت والرمل مع الحدائق والزرع وغيره وغيره وغيره، ينقل لك البضائع من مواد منزلية أنت تستخدمها ببيتك من ثلاجات وكهربائيات وتلفزيونات وسبلت وغيرها، وينقل لك البضائع من أثاث أنت تقعد عليه وتنام عليه ببيتك، وينقل لك البضائع من ملابس أنت تلبسها حتى تكشخ وتطلع قدام الناس، ومن ضمنهم المسؤولين لما يلبس لقاطة ورباطة اللي بي أغلى الماركات وشايل ونساء السياسة شايلين لي جنط بعشرات الآلاف من الدولارات، هاي كلها ينقلها صاحب الشاحنة. فالسؤال اللي ينطرح هنا، ليش هالتصعيب اللي دا يصير بالعراق؟ تصعيب دا يصير بالعراق على كل من يعمل في 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 شيء يخدم الناس. نفط مشاكل، غاز مصاحب مشاكل. احمد جهز ويانا، حياك الله يا احمد. اهلا وسهلا بك استاذ، حياك بارك الله بكم قناه الرافدين، حياك وبياك، اسمع صوتنا، حياك وبياك. احكي لنا اخ احمد. استاذ احنا مجموعه من اصحاب اللوريات الشاحنات، نعم. نقول حصل رمل تراب، نعم، يعني صار لنا فتره يعني مو من هسه يعني واي احنا فتفاجئنا هيك قبل 5 أيام 6 أيام ممنوع الطبون. هي هاي مناطقنا اولا يعني بيوتنا بداخل المسيب ممنوع الطبون، وين تروحون؟ احنا نجيب رمل من كربلاء. لا لا يعني هو القصد انه السيطره من عندكم تدخلون، وين تروحون؟ نروح لبيوتنا او نروح نفرغ الرمل، نفرغ الحصر، نفرغ السبويس. طيب بعد المنع ما قالوا لكم انتم روحوا المكان معين، روحوا استخدموا الطريق الفلاني؟ لو بس من عندكم ما نطتكم سبب اصلا. ما اعطونا سبب، قالوا لنا لازم تروحون على طريق كربلاء، يعني بعد بال 80 كيلو، احنا كان كله 5 كيلو او 4 كيلو احنا نوصل بيوتنا ونفرغ على باب الله انه عنده سكلات. السؤال احمد، انتم سائقين سيارات تنقلون بضائع الى تجار والى اناس اخرين، يقول لك ما تطلع من بابل الى بغداد، تطلع من بابل الى كربلاء ومن كربلاء الى بغداد؟ ايه ما تطلع. اها تفاجئنا يعني شنو السبب ما نعرف. نعم زين، خاصه المنطقه تمسيه باسكندريه سده، يعني هن ذن الثلاث مناطق اللي ما يخلونا نطبيها. اضافه الى ذلك احنا قبل كانت انتخابات،
يعني المرشحين يدزون علينا سبات طاب كيفنا نطب الطوب ونطلع وروح. يعني يوم خلصت الانتخابات هاي قبل يعني فترة أسبوع شو قطعوا علينا ناشز من خلالكم قال شرطة بابي للمسؤولين بالدولة يعني سوينا حل لأن احنا ما ترزاق وعلى باب الله وبعدين احنا ضمن مواصفات عندنا اللوري يعني هو بوصل والموازن الوزن مالته يعني منطب اذا موازن هذا ايه معرف معرف يا استاذ احنا نريد من خلال قناتكم يعني الموقربه كتوصلون صوتنا وصل ان شاء الله وصل ان شاء الله وشكرا شكرا جزيلا لك اخ احمد وتواجدك ببرنامج صوتكم. بس الجماعه اللي سواه يقول لك انا بدل ما اطلع من قضاء المسيب واروح الى بغداد مباشره شمره عصا ما بها كيلو لا يروح بابل كربلاء ومن كربلاء يرجع لبغداد. يعني بالضبط من يسالون واحد وين اذنك ما يقولهم هيك يقولهم هاي. نلتقيكم على خير ان شاء الله بحلقه جديده من برنامج صوتكم باذنه تعالى غدا في امان الله.